بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ورئيس الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي العام لجامعة الدول العربية، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتقدم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى المملكة العربية السعودية بـ30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وسني منها الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. من الفعاليات للعمل العربي المشترك، كما يسعدني أن أشيد برئاسة الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية التي في دورة السابقة، وأتقدم لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية، ومعالي السيد أحمد أبو الغيث الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص الشكر على دعوته الكريمة لنا والذي وجهها لنا للحضور لهذه القمة. وأود أن أؤكد مجدداً على عمق الروابط بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وعلى المبادئ والقيم والقواسم المشتركة، ونتطلع إلى زيادة هذه العلاقات إلى أسماء درجات لما فيه مصالح دولنا وتحقيق ذوات الشعوب بها في السلام والأمن والازدهار. خادم الحرمين الشريفين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، حضرات السيدات والسادة، انتهز هذه الفرصة في ظرف دقيق يواجه فيه العالم العربي الإسلامي تحديات تنذر لنا بتعزيز التعاون والتضامن والتكثيف الجهود والتنسيق للشعب الفلسطيني، وهي قضيته المركزية للعالم العربي والإسلامي. تشهد استمرار غالبية الحل السياسي وتطاعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني وعرضه ومقدساته، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك، مما يهدد بتعييد عديد من الشيعة تريد هذه تدهور الأوضاع، وتطلبات ذلك توحيد مواقفنا وتعزيز جهادنا على الساحة الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على الحدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. تجد هذا القرار قرارات الشرعية أداة دولية، والمبادرات الدول الإسلامية العربية قضية أخرى تثير عميق انشغالنا وقلقنا، وهي الأزمة في السودان الشقيق. فقد دعونا في منظمة التعاون الإسلامي
منذ اليوم الأول لاندلاع الاشتباكات المسلحة إلى الوقوف العاجل والدائم لإطلاق النار وللحوار لحل الخلافات. ورجعنا بمبادرة السعودية الأمريكية ورحبنا بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السري في مدينة جدة. كما رحبنا بالتوقيع على إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، ونعمل أن نشكل خطاه أولى نهو إنهاء النزاع المسلح بصورة نهائية بما يعزز أسباب الأمن والسلام والاستقرار. ومن هذا المنبر المؤقر نناشد الأشقاء السودانيين مجدداً للعمل على الغالبية المسلطة الوطنية العليا للسودان بما يحفظ على وحدته ومؤسساته ويحقق طموحات الشعب في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنموي والاقتصادي. خادم الحرمين الشريفين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو حضرة السيدات والسادة، إننا في منظمة التعاون الإسلامي حريصين على دعم كل الجهود لإزالة أسباب التوتر وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وليبيا وسوريا. إن وحدة الأراضي هذه الدول وسلامتها الحقيقية، حريصين على دعم كل الجهود لإزالة أسباب التوتر وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وليبيا وسوريا. إن وحدة الأراضي هذه الدول وسلامتها الحفيظة على مصالح الشعوب بها هي أولويتنا المشتركة. كما ندعو إلى تعزيز التضامن مع أشقائنا في الصومال والمساعدات على تجاوز الصعوبات ونطلع على تعزيز الأخاء والتعاون بين دول المنطقة المنظمة العربية كافة. وإذا نتطلع إلى تكثيف التنسيق بين المنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الأول العربية الدول العربية لحل القضايا المشتركة، وإلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والإنسانية، ويمكن المرة وتمكين المرأة والشباب ومكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي لخطاب الكراهية والإسلاموفوبية وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والتعايش السلمي. فإننا نتضح أيضا إلى تعزيز التضامن مع أشقائنا في منظمة الساحل وهود بحيرة شاد التي بينهما والعالم العربي علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية، من أجل مساعدتهم على مواجهة التحديات الأمنية والتنموية. إن منظمة التعاون الإسلامي تطلع العمل العربي للمشترك ببالغ الاهتمام، وإنه لمن دواعي سرورنا أن تتزامن رئاسة المملكة العربية السعودية للقمة العربية برئاستهم للقمة الإسلامية 14. وإننا واثقين بأن هذه الرئاسة ستعطي زخما للتعاون والتنسيق والجهود من أجل معالجة القضايا المشتركة والأسهم معا في إجابة الحلول
المناسبة للتحديات الدولية في إطار العمل المتعدد الأطراف، وإننا نعمل أن تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية.